ما سويت سوي بك. شد قلتها لأمي قبل عدة سنين، احتجت شي يا ميمتي فذكريني. يا ميمتي طالب تبار الدلت دين، أبي سواتي بيت بعيالي تجيني. قولي لي ويش تبغين يا قرة العين، أجيبي يمتك اللي ما تطلبيني. قالت لي ما ودي على طول تعطيني، حالك ضعيف والبشر عارفيني. كلامي لأمي تتعدى الثلاثين، أعوام راحت وكلنا رحليني. قصدي رضاها وبرها يا الميامي، سويتها بأمي وراده جنيني. عقب صلاة الفجر من يوم الاثنين، قال أهلي محمد عقب هالسنين. لا احتجت شي يا ابو يا مر على العين، لا تقولي لاخواني ولازم تجيني. لا احتجت شي يا ابو يلوه بعد حين، لا تروحي لاخواني انا لك معيني. من عرفتي للعلم وانت اللي تعطين، دين علي لبدي ما ردي ديني. ختم كلامه لي يوم انه ينادي، هذا الكلام يا ابوي بينك وبيني. كل الذي سويت بأمي هك الحين، رد أهلي محمد بعطف وليني. هيلا بغيت العز وتكسب ملايين، أمك وأبوك أحسن بهم يا ظنيني. نصيحتي للي يا بعيالي سنعين، يحسن على ما قال بالوالديني. أبوكي وأمك برهم بالموازين، لرضيتهم أبشر بأمر ثميني. تصيري بالدنيا مقام العزيزي، بالآخره جنه وخلك فطيني. لدمهم حيين كسبها الاثنين، تلقاه بعيالك وهذا يقيني. بكرا إلى ما توجوك المعزي، ما ينفعك لو صحتي واشي بعيني. صالح محمد عليان المزروع، محافظة الرس،